بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، والنهاردة بداية الأنبياء الصغار ومعانا هوشع النبي. أفكركم تاني، الأنبياء بيقسموا إلى أنبياء كبار اللي هم أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، وأنبياء صغار يعني نبوتهم قصيرة من أول هوشع، يوئيل، عاموس، عوبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا وملاخي. يبقى 4 كبار و12 صغيرين. قلنا ان كل الانبياء ليهم رسالة واحدة، ان هما بيتكلموا في زمن اليهود بعدوا عن ربنا وعبدوا الاوثان وبقى في زنا واباحية، فكانت رسالتهم الاساسية توبوا. في خط تاني ماشي في كل النبوات هو الاشارة الى مجيء المسيح المخلص والعهد الجديد وعمل الروح القدس ودينونة العالم في الاخر. ففي كل ما نقرأ النبوات ندور على الخطين دول، رسائل التوبة والدور اللي المفروض نعمله عشان نرجع لربنا، وفي نفس الوقت البحث عن المسيح له المجد زي ما علمنا وقال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. قلنا أن أشعياء تنبأ في القرن الثامن من أوائل الأنبياء، وتنبأ عن سبي إسرائيل وعن كمان اللي هيحصل بعدها بسنين طويلة سبي يهوذا، وحضر سبي الشماليين لكن ما حضرش سبي الجنوبيين اللي هو سبي يهوذا. جه ورا منه أرميا اللي حضر سبي يهوذا وسقوطها في يد بابل، وجه ورا منه حزقيال ودانيال المسبيين إلى بابل. نرجع بقى لهوشع. هوشع كان معاصر لأشعياء. هوشع أقدم من أرميا وحزقيال ودانيال. هوشع في نفس الزمن بتاع أشعياء حضر برضه سبي الشمال وتنبأ عن سبي الجنوب. الشماليين سبوا حوالي 722 قبل الميلاد على يد مملكة أشور. يبقى أشور غير بابل، أشور هي مملكة الكلدانيين الشمالية اللي عاصمتها نينوى، إنما بابل كانت مملكة الجنوبية. هوشع معنى الاسم زي يشوع لو تفتكروا، هوشع يعني الله يخلص برضه، يعني هوشع وأشعياء ويشوع ألفاظ متقاربة في المعنى، يعني الله يخلص شعبه أو خلاص الله. فواضح من الاسم كالمعتاد أن السفر ده هيكلمنا عن كيف يخلص الله شعبه. هوشع ركز على عتاب أو تبكيت الجماعة الشماليين اللي هي مملكة إسرائيل، وعشان كده الـ14 إصحاح بتوع هوشع يقسموا أنه أول 3 إصحاحات بيتكلم عن حال إسرائيل، الفساد والخراب اللي في إسرائيل. بعد كده من 4 لـ10 عتاب إسرائيل، ربنا بيعاتب شعبه وبيلومهم على اللي فيهم. من 11 ل 13 خلاص الله لشعبه، واخر اصحاح 14 افراح التوبه وافراح الخلاص بعد ما يرجعوا لربنا. نمشي شويه في سفر هوشع مع بعض. قول الرب الذي صار الى هوشع ابن بئيري في ايام عزيه ويوثام واحاز وحزقيه. اللي فاكر منكم وقت اشعياء هم نفس الملوك اللي كانوا معاصرين لزمن كتابة أشعياء النبي. في أيام عزية ويوثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل، لأن يربعام عاش فترة طويلة قوي، فهو طول الفترة اللي فيها الأربع ملوك يهوذا يتعاقبوا كان يربعام لسه عايش. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. طبعا دي بداية صعبة. في الوقت ده عبادة الأوثان اللي بيقوموا بيها ستات أحيانا، وجزء من عبادة الأوثان هو إقامة شعائر الزنا، فكانت كاهنة الأوثان بتبقى امرأة منحرف. فالبعض بيفسرها أنه خد واحدة كانت وثنية فكانت تمارس الزنا كجزء من عبادة الأوثان. طبعا بالنسبة لرجل بار تقي زي هوشع كانت طلب صعب قوي. طب ليه ربنا يطلب طلب صعب زي كده؟ ربنا عاوز يحسس الناس بقد ايه صعوبة ارتباطه بشعب بيخونه، شعب بيزني من ورائه، شعب بيعبد آلهة غيره، زي بالظبط شعور راجل امرأته تتركه الى رجل اخر. من هنا طلب الطلب ده، قال له هات امرأة زنا واتجوزها وهات منها عيال عشان عندي رسالة عاوز أقولها للشعب. فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم
فحبلت وولدت له ابنا. فقال له الرب: ادعي اسمه يزرعيل، يزرعيل يعني زرع الله، لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل. في الوقت ده مملكة إسرائيل كانت فاسدة خالص وكلها شر، وياهو كان إنسان شرير، وربنا يعني وعد إنه لازم يعني يغضب عليه وعلى بيته بعد كده. فقال له خلاص، ربنا الكلمة اللي كان قايلها لياهو هتتنفذ، وهيزال نسله تماما بسبب العنف والشدة والقسوة والإباحية اللي عاش فيها ياهو ونسله. وأبيد مملكة بيت إسرائيل، يبقى هنا غضب ربنا على الشعب المنحرف. ويكون في ذلك اليوم إني أكسر قوس إسرائيل. قوس إسرائيل رمز دايما لقوة الجيش في وادي يزرعيل. فكأن زرع الله بتفكرنا بفكرة إيه؟ ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. إذا كانت حياة الواحد بعيد عن ربنا وبيعبد آلهة أخرى، ما بيخافش من ربنا، بيكسر الوصية، لازم يجي اليوم اللي يحصد كل اللي زرعه. ثم حبلت أيضا وولدت بنتا، فقال له: ادعو اسمها لو رحامة. لو رحامة يعني لا رحمة. تصوروا البنت اسمها لا رحمة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل. كانت الأسماء بتأخذ معاني، فيزرعيل يعني زرع الله، يعني اللي زرعتوها تحصدوه. لو رحامة يعني ما فيش رحمة للناس اللي ما عملتش رحمة. من هنا جه التعبير في العهد الجديد: ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا، بل أنزعهم نزعا. وأما بيت يهوذا فأرحمهم. طب اشمعنى؟ بيت إسرائيل كان أكثر فسادا. مملكة إسرائيل الشمالية، لأنها بعدت عن هيكل سليمان في أورشليم، هم اللي ابتدوا بعبادة الأوثان وحطوا على كل جبل مرتفع للأوثان، وهم اللي علموا الناس الزنا، وما فيش ولا ملك في ملوك إسرائيل مشي كويس. أما بيت يهوذا في الجنوب كانوا فيهم شوية تقوى، بعض الكهنة أتقياء، بعض الملوك اللي جم كانوا أتقياء بيرجعوا لربنا، كل شوية يحصل نهضة روحية والناس ترجع تاني لعبادة ربنا، لكن برضو في فترات فساد. في الوقت ده لسه بيت يهوذا محافظ شوية على التقوى، فيقول: أما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. يعني عشان الناس تعرف أن ربنا بيراعي أولاده، قال لهم: أنا هخلصهم بس مش بالفرسان ولا بالخيل، أنا هفرجكم إيد ربنا ممكن تعمل إيه. وده اللي حصل لما تفتكروا في سفر أشعياء، قصة سنحاريب اللي جه عند أورشليم وبعدين رجع خزلان لأنه الملاك قتل 185,000 من جيش الأشوريين وما قدروش يدخلوا على أورشليم. يعني بالرغم أن هم كسروا بلاد إسرائيل الشمالية، ما قدروش على الجنوبيين بسبب نبوة أشعياء وصلاته وبسبب كلام هوشع النبي. فطمت له رحامة وحبلت، يعني الأم دي حبل التاني، وولدت ابنا. فقال: ادعو اسمه لعمي. يبقى احنا عندنا ثلاث عيال لغايه دلوقتي: يزرعيل، ما يزرعه الانسان اياه يحصد، لو رحامه، ليس رحمه لمن لم يعمل رحمه. الثالث ده اسمه ايه؟ لو عمي. لو عمي يعني لستم شعبي. فيقول: ادعو اسمه لو عمي، لانكم لستم شعبي وانا لا اكون لكم. اذا حكايه رفض الله لشعبه دي من قبل ربنا يسوع له المجد. النهارده لسه اليهود بيقولوا احنا شعب الله المختار. طب ده هوشع قبل المسيح ب 800 سنه بيقول لستم شعبي من فم الله. ليه؟ لان ربنا كان بيقول انتوا شعبي طول ما انتوا اولادي، طول ما انتوا مؤمنين بيا، ماشيين ورايا. انما ترفضوني وتقتلوا المسيح له المجد في العهد الجديد وتفضلوا شعبي، لانكم لستم شعبي وانا لا اكون لكم، يعني انا مش هبقى لكم اله. لكن في لكن بقى، يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر. طب يا رب منين أنت غضبان عليهم وبتقول لستم شعبي وبتوعد وعد حلو؟ حكاية شعب إسرائيل يبقوا زي رمل البحر ده بيفكرنا بوعد ربنا لأبونا إبراهيم، قال له نسلك يبقى زي رمل البحر وزي نجوم السماء. دي إشارة للمفديين في العهد الجديد، للمؤمنين باسمه. يعني النهاردة المؤمنين باسم ربنا يسوع له المجد دول زي رمل البحر، واللي هيدخلوا الحياة الأبدية اللي ليهم نصيب مع ربنا برضو لهم عدد ضخم جدا. فربنا غضب على شعبه اليهودي، لكن الشعب المختار اللي هم مؤمنين باسم ربنا دول بقى ملهمش عدد.
يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. بقى اسمنا احنا في العهد الجديد أكتر من قولة شعب الله، اسمنا أبناء الله. فقال أنا هغير الاسم، بعد ما كان بيتقال لليهود لستم شعبي، من هنا ورايح شعبي هيبقوا اسمهم أحلى كمان من الأول، هم أبناء الله الحي. ويجمع بني يهوذا وبنو إسرائيل معا، يعني في الآخر الناس اللي كانت بعيدة خالص هترجع لربنا، وناس مش متوقعة هتؤمن بربنا. ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا، إشارة كمان لرجوع الأمم واليهود، يعني المسيح له المجد رأس الكنيسة، والكنيسة مجمعة من كل لسان ومن كل شعب ومن كل أم. ويصعدون من الأرض، إشارة بقى لليوم الأخير، إن احنا نرتفع مع المسيح على السحاب له المجد، مع ربنا له المجد عشان ندخل السماء. لأن يوم يزرعيل العظيم، يقصد يوم الدينونة، يزرعيل لأنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فإذا كنت زرعت للجسد من الجسد تحصد فساد، اللي زرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية. تلاحظوا النبوات دي الجزء بتاع هوشع ده شغل الآباء في العهد الجديد عشان يشرحوا فكرة قبول الله للأمم ورفض الله لليهود. فمثلا في رسالة بطرس تلاحظوا أن معلمنا بطرس بيقول في أول رسالة تاني إصحاح يقول إيه؟ يقول أما أنتم فجنس مختار على الكنيسة بقى، وكهنوت ملوك، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، أما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، أما الآن فمرحومون. واضح الإشارة إلى فكرة لو عمي ولو رحامة. كنتم لستم شعبي يا أمم، دلوقتي أنتم شعب. كنتم غير مرحومين، الآن أنتم مرحومون. ده الكلام بقى على الأمم، يعني انتقلت تبعية الناس من اليهود للأمم لما أمنوا بربنا يسوع له المجد. يبقى أول إصحاح بيحكي لنا الحكاية، بيقول لنا هوشع تزوج بامرأة زانية عشان ينقل مشاعر ربنا للناس قد إيه ربنا صعبان عليه إن شعبه خزله وخانه وعبد آلهة أخرى. نتيجة ده إيه؟ في يزرعيل ما يزرعه الإنسان يحصد أيضا، لو رحمة ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة، لو عمي لستم شعبي لأن في شعب تاني داخل. ندخل على جزء من إصحاح 2. بعد كل الكلام ده يرجع بقى ربنا يحاول تاني مع شعبه، ربنا طيب جدا، فيرجع تاني يحاول، فيقول إيه مثلا في إصحاح 2 عدد 14، يقول لكن ها أنا ذا أتملقها على أورشليم وأذهب بها إلى البرية وألاطفها. يعني ربنا لما لقى عروسته شعبه بعد عنه صعب عليه وزعل، وبعدين رجع تاني يحيلها يلاطفها يتملقها وياخدها معاه للبرية، يقول لها ما تيجي نرجع تاني الصحراء. وأيام العز كان الشعب ماشي في الصحراء وربنا عمود نار وعمود سحاب ومية من الصخرة ومن من السماء، فقال طب هروح بها البرية تاني. من ساعة ما استقروا والدنيا بقت سهلة معاهم وهم بعدوا من سيوني. فيقول ها أنا ذا أتملقها، تحسوا أن ربنا يسوع كعريس أو كخطيب بيغازل عروسته عشان يرجعها تاني تحبه. وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. يبقى واضح أن الكلام عن شعب إسرائيل، لأن صعودها من أرض مصر دي مش بتتقال على شخصية محددة، بتقال على الشعب كله. ويكون في ذلك اليوم، احنا اتفقنا زمان في ذلك اليوم، يبقى نقلنا عهد جديد، في خبر حلو اهو، يقول الرب أنك تدعينني رجلي. يبقى ترجع تاني الكنيسة لحضن المسيح وترجع تقول له أنت إلهي، أنت الرجل بتاعي، ولا تدعينني بعد بعلي. ليه أصدق بكلمة بعل تغيظ؟ لأنها دائما فيها ارتباط بلفظة الوثن، فيقول لا تقولوا لي أنت الرجل بتاعي ما تقولي ليش بعلي، لأن كلمة بعل دائما إشارة إلى البعل بتاع الأوثان، بعل ذبول. وبعدها بقى ربنا يقول إيه؟ وأخطبك لنفسي إلى الأبد،
يمكن ده اللي خلى بولس الرسول في العهد الجديد يقول ايه؟ خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. وده اللي شفناه في سفر النشيد، ارتباط العريس بالعروس، النفس البشرية كعروس بالمسيح العريس. أخطبك لنفسي إلى الأبد، طبعا ما فيش خطوبة بتقعد أبدية، ده يدل على اتحاد الأرواح، الموضوع ما فيهوش أجساد هنا. وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم. يبقى هنا في اتفاق بين رحمة ربنا وعدله. بالصليب ربنا حكم، لكن كمان شال الحكم على نفسه. أخطبك لنفسي بالأمانة، يعني هفضل أمين معاكي إلى آخر الدهور، فتعرفين الرب. كل ده إشارة إلى عز العهد الجديد وحب الكنيسة للمسيح في العهد الجديد. ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب، يقول الرب. يعني بقى أوعدك في العهد الجديد إن أنا هسمع كل طلباتك يا كنيسة لأنك بتحبيني. يقول الرب أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض. يعني هسمع لك من السماء والأرض كمان هتسمع لك، يعني الأرض هتخدم على الكنيسة لأن ربنا بيسمع للكنيسة. ناخد مثل تاني يورينا برضو جمال سفر هوشع. يستمر بقى العتاب ويجي في إصحاح 6 يقول هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا. هنا كأنه القطيع بتاع ربنا ده زي قطيع غنم ضال، فتعرض إلى حيوانات متوحشة بقت تنهش فيها، فبيقول يلا نرجع للراعي الصالح لأنه سمح أن احنا نفترس من الحيوانات، نرجع له عشان يشفينا من الجراحات اللي عملتها الخطايا فينا. كأنه بيشبه كل الشعب بالقطيع والمسيح بالراعي، والافتراس ده على يد الشياطين والتعاليم الخاطئة، والرجوع لربنا هو اللي فيه الشفاء مرة تانية. ضرب فيجبرنا، يعني سمح لنا بتجارب وأيام صعبة عشان يجبر الكسر تاني ويصلح اللي حصل. يحيينا بعد يومين، طبعا إشارة دقيقة جدا أن ربنا يسوع له المجد يموت وفي اليوم الثالث يقوم، فيقول يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا. شوفوا دقة النبوة، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. صوروا الكلام ده قبل ربنا يسوع بحوالي 700 سنة. يقول في اليوم الثالث هنقوم معاه عشان نحيا معاه إلى الأبد. ده اللي خلى بولس الرسول يقول إيه؟ أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. لنعرف، يعني يا ريت نفهم، فلنتتبع، يعني اللي يمشي ورا النبوات يبقى فاهم ربنا بيعمل إيه. لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. يبقى كل خلاص العهد الجديد مجال لمعرفة ربنا وتدبيره في خلاص البشرية. خروجه يقين كالفجر. إشارة جميلة للقيامة، لأن ربنا يسوع قام في الفجر. خروجه من القبر مضمون، يقين كالفجر، يعني البشرية ما تخافش على مسيحها أنه يدخل القبر، كده كده في قوة القيامة. فخروجه يقين كالفجر، هيطلع النور من القبر، النور الحقيقي عشان ينور على العالم كله ويقيمنا معه. يأتي إلينا، يبقى ربنا يسوع له المجد جالنا يفدينا وجاي على السحاب ياخدنا السماء. كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. برضو فكركم المطر إشارة للماء الحي وعطية الروح القدس اللي جاية نتيجة الفداء وخلاص العهد الجديد. في نفس الإصحاح يقول إني أريد رحمة لا ذبيحة، تعبير اللي قاله ربنا يسوع في إنجيل متى جايبه من هوشع. أريد رحمة لا ذبيحة، يعني الناس ممكن تخدر ضمائرها بذبائح شكلية وتفضل إيه قسوة في قلبها وتفضل تكره بعض وتأذي بعض ويعملوا الذبيحة شكلا بس. فهنا بيقول إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات. يعني لو الناس تعرفني بس أهم كتير من المحرقات اللي بيعملوه. ناخد جزء بقى من آخر إصحاح ونسيب لكم أنتوا تقروا هوشع. فآخر إصحاح بقى من أجمل الإصحاحات لأنه بيتكلم عن أفراح التوبة، لما الواحد يتوب ويرجع لربنا. أول إصحاح كده فيه كلام يعني خوف، يا إسرائيل ولو رحامة ولو عمي لستم شعبي لا رحمة ما يزرع الإنسان يحصد. إنما لما الإنسان يرجع لربنا كله يتصلح. فيقول ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت باسمك. ارجع يا حبيبي لربنا لأنه خطيتك كعبلتك، تعثرت
يعني اتكعبلت، انت وقعت بخطيتك، مش ربنا اللي يوقعك، هو انت الخطيه كعبلتك. خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. كان زمان عشان الناس ترجع لربنا لازم الواحد يجيب ذبيحه في ايده ويعترف على راس الذبيحه ويعني تتذبح الذبيحه. هنا في العهد الجديد خلاص ما تجيبش ذبيحه في ايدك، بس هات كلمتين حلوين، هات كلمتين زي ارحمني يا ربنا الخاطي وتعالى ربنا هيقبلك، خطيتك هتتسال هتروح على راس المسيح له المجد. فهنا بيقول خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب، قولوا له ارفع كل اسم. كأن الغفران بقى سهل في العهد الجديد. قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسنا، يعني بصلنا يا رب بعين رحمتك واقبلنا، رجعنا تاني لحضنك، فنقدم عجول شفاهنا. تعبير جميل قاله بولس الرسول بطريقة تاني في العهد الجديد، قال ذبيحة التسبيح. يعني ما كانش عندنا عجول نقدمها ذبائح، كلامنا اللي كله طلب رحمة وكله شكر وتسبيح أصبح عجول شفاهنا. مش مطلوب مننا ذبائح حيوانية، لكن مطلوب مننا ذبيحة التسبيح. فبقينا كل حياتنا في العهد الجديد كلام مع ربنا، إما طلب رحمة أو شكر على غفرانه وعطاياه. لا يخلصنا أشور، خلاص إحنا تبنا ومش هنرجع نتكل على زراع بشر تاني أبدا. أشور اللي كنا فاكرينه مملكة قوية وحطينا رجائنا فيه، لا يخلصنا أشور. لا نركب على الخيل، مش هنتكل على قوة بشرية. ولا نقول أيضا لعمل أيدينا آلهتنا، هنبطل نقول للفلوس والممتلكات أنتوا ربنا، كفاية عبادة أوثان. إنه بك يرحم اليتيم، يعني يا رب وصلنا كده كناس يتمى مش قادرين من غيرك نعمل حاجة، عشان كده ربنا يسوع قال لا أترككم يتامى، فبك يرحم اليتيم، يعني أنت عشان طيب يا رب هترحمنا كيتمى أنت أبونا. يقوم ربنا يرد في آخر إصحاح يقول إيه؟ أنا أشفي ارتدادهم، ما هم ارتدوا عنه بالخيانة، راحوا الآلهة أخرى وعبدوا أوثان ومثلها بحكاية الزواج من جومر المرأة الزانية. وبعدين ربنا يقول حتى لو ارتدوا أنا أشفي ارتدادهم. أحبهم فضلا، أنا هحبهم من غير سبب، خلاص مش هقعد أقول أصل هم بيصلوا، أصل هم كويسين، أصل هم حافظوا على العهد، أنا أحبهم فضلا. عشان كده يقول ربنا يسوع هكذا أحب الله العالم. ويقول يوحنا الحبيب ليس نحن أحببنا الله بل هو الذي أحبنا. فهنا تعبير جميل قوي، أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتد عنه، يعني خلاص مش هغضب عليهم تاني. أكون لإسرائيل كالندى، يبقى ربنا بقى حنين خالص في العهد الجديد علينا، لأنه بدمه فتح باب الغفران للكل وأصبح سكة السماء أسهل. يظهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنان، هنا بقى الفضيلة تبان. في العهد الجديد الإنسان لما يدخل على الغفران وعطايا الأسرار الروحية دي يتمتع بالمحبة والفرح والسلام وطول الأناة والوداعة والتعفف، عكس بقى الجو اللي كان كله قسوة وشهوة وغش ورياء في العهد القديم. تمتد خراعيبه ويكون بهاء كالزيتونة، الكرمة دي أو الشجرة دي أو الزيتونة دي عمالة تزهر وتثمر وتكبر وجذورها تكبر والكنيسة تمتد. وله رائحة كلبنان، بقت ريحته حلوة لأن قال عليها بولس رائحة المسيح الزكية، ريحة ربنا الحلوة طالعة من أولاد ربنا. يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويظهرون كجفنة. لما نسمع كلمة حنطة وجفنة على طول نفكر في الجسد والدم. الحنطة تعمل منها الخبز القمح، والجفنة اللي تحط فيها عصير الخمر. فدي إشارة إن فرح العهد الجديد بعلاقتنا بجسد ربنا ودمه على المذبح. يكون ذكرهم كخمر لبنان، يبقى أولاد ربنا دول فيهم بهجة خمر لبنان، يعني إشارة إلى الفرح الروحي والسكر بمحبة ربنا. وفي الآخر يقول إيه؟ فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها. بس أنتم شوفوا الطريق المستقيم، مستقيم يعني أرثوذكسي، خليكم في السكة المستقيمة، سكة السماء السهلة، لأن ربنا وفر علينا حاجات كتير قوي ونقلنا نقلة كبيرة قوي في العهد الجديد. أما المنافقون فيعصرون فيها. يبقى حتى في العهد الجديد مع كل الامتيازات اللي عندنا، لو واحد منافق عاوز يظهر بس بشكل التقوى وحياته كلها لخبطة
برضه هيتكعبل حتى لو الطريق مستقيم وسهل. سفر هوشع سفر جميل مليان معاني روحية عن حب ربنا لشعبه والجروح اللي ربنا بتجرحها بسبب عصياننا وجحودنا لربنا. هناخد واجب ان احنا نقرأ ال 14 اصحاح دول صغيرين، هناخدهم في الاسبوع ده ونطلع اعمال التوبة. يعني الواحد لما يتوب يعمل ايه بالظبط؟ الكلام ده هتلاقوه في سفر هوشع.